أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع على تفجير عدد من المنازل في جبل حبشي غرب تعز. بحسب مصادر حقوقية فقد أقدمت ميليشيا الحوثي على تفجير 6 منازل وحرق 14 منزلا آخر في قرية تبيشعة التابعة لمديرية جبل حبشي في تعز، وبعد حصارها لأسابيع ما أدى إلى تهجير عشرات الأسر. في تعز تستمر ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها لحقوق الإنسان، مسجلة في كل مرة جريمة أخطر من سابقاتها. هذه المرة عشرات الأسر أصبحت بلا مأوى بعد أن أقدمت الميليشيا على تفجير عدد من المنازل وإحراق عدد آخر في قرية تبيشعة وتهجير عدد كبير من أبناء القرية. بحسب المصادر الحقوقية فقد أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع على إجبار السكان المدنيين على الرحيل قسرا من منازلهم، بالإضافة إلى استمرار فرض حصار على العديد من قرى بلاد الوافي في جبل حبشي منذ شهر تقريبا، حيث تم قطع الطريق المؤدية إلى تلك القرى، مما ضعف من معاناة السكان ومنع حصولهم على المواد الغذائية الأساسية من المدينة قبل أن تقدم على تهجيرهم بعد تفجير منازلهم وإحراقها. نتابع التقرير التالي ثم نعود. عبر جبال وعرة وأودية وطريق لم يسيروا عليها من قبل، هرب أهالي منطقة تبيشعة في مديرية جبل حبشي حاملين معهم ما احتاجوه في رحيلهم الإجباري. عند الساعة 1 من مساء الخميس الفائت داهمت ميليشيا الحوثي المنطقة وبدأت بتفجير 7 منازل وطرد السكان. من هول الفاجعة ومن هول الكارثة التي وقعت، وما كان من الناس إلا النزوح، وكان من مجموعة الصالح الحوثي أن أتوا للناس إلى وقت محدد إلى الساعة 2 والساعة 3 وقالوا لهم عليكم بالرحيل، وما كان من الناس إلا أن استجابوا ورحلوا. حدود 400 أسرة الوصل منها إلى قرية إلى منطقة الدحي مدرسة اليرموك حوالي 250 أسرة الآن احصيت لحد الآن، والبقية ما زالت في الطرقات، حيث أن هذه الأسر سلكت طرق وعرة. وصل الأهالي الخارجون من حصار دام 4 أشهر سبقت الهجوم إلى أطراف مدينة تعز، وتحديدا إلى منطقة الدحي المعروفة بمنفذ حصارها الشهير. وهناك بدأوا بالتجمع وانتظار خروج الميليشيا من قراهم الصغيرة، وبدأت حياة غير معهودة لهم. الأسر معها اللهين شمعا كانين شهلهين بس مش الرادين بالطرق، يمشوا حافين، يمشوا بالجبال، يمشوا رجل. مشينا من الصباح لا ذي الساعة العصر برقلنا حافين، ما معانا لا هدر ولا معانا لا شيء ولا بعض، وصلنا مغرب. فلم يسبق لأهالي قرى الوافي كغيرهم من سكان القرى البعيدة أن أجبروا على ترك بيوتهم عنوة والإقامة في أماكن بعيدة منتظرين مصير معركة لم يختاروها، بل أجبروا على تحمل تبعاتها وترقب المصير. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم لنا الآن من تعز الناشط الإعلامي نايف الوافي. أهلا بك سيد نايف. أهلا أستاذ نايف. في البداية نود معرفة ما الذي يحدث في بلاد الوافي تحديدا في جبل حبشي. بالنسبة لمناطق بلاد الوافي، يعني قرى بلاد الوافي عبارة عن 15 قرية أو أكثر. منطقة بلاد الوافي تقع بالقرب من خط المدينة الحديدة تعز، طبعا أهميتها أنها تقع بالقرب من خط الحديدة تعز. قرى بلاد الوافي تبدأ بالنسبة شرقا من خط الضباب، وغربا تنتهي بالقرب من مدينة البارحة. طبعا قبل شهرين أو قبل 3 أشهر بدأ الحصار تدريجيا على هذه المناطق. قبل شهرين من الآن أطبق الحصار على هذه المناطق في أحد السائقين اسمه عبد الحسان، سائقين السيارات نزل لقلب الدقيق أو المواد الغذائية من منطقة الرمادة. تم إطلاق الرصاص الحي عليه ومن في السيارة، أصيبت مرأة وأصيب سائق السيارة، ومن ذلك اليوم أطبق الحصار على قرى بلاد الوافي. طبعا في منطقة العنين حاول أهالي منطقة العنين تشييع ميت أطلق الحوثيون عليهم الأعيرة النارية، أصابوا امرأة وقتل هناك شخص كذلك. أما بالنسبة لمنطقة تبيشعة، منطقة تبيشعة تم تهجير الأهالي من منطقة تبيشعة بالكامل، تم تفجير ما يقارب 3 منازل وتضررت 4 منازل بالجوار، يعني 7 منازل
تم تفجيرها، تم تهجير. نحن عدنا قبل ثلاث ساعات من الآن، ثلاث ساعات عدنا من القرب من منطقة تبيشعة. طبعا لم نستطع الوصول إلى تلك المنطقة بسبب القناصة المنتشرة في الجبال. حدثنا الأهالي بأنهم يرفعون الرايات البيضاء من أجل الخروج من منطقة تبيشعة، يرفعون الرايات البيضاء من أجل أن لا تصادفهم القناصة. التقينا بالكثير من الأهالي، حدثونا بالمعاناة. طبعا أهالي القرية كانوا يخافون من التصوير، يخافون على يعني أن نصورهم. قالوا بأن الحوثيين سيفجرون منازلهم، أنهم قالوا لهم أنهم سيفجرون منازلهم إذا ظهروا في الكاميرات، إذا سمحوا للمصورين للإعلاميين أن يصوروهم. حددوهم، فلم نستطع التصوير بشكل كثير وبشكل كبير بسبب تهديدات الحوثيين للمواطنين بأنهم سيفجرون منازلهم. أما بالنسبة لمنطقة قشيدة، منطقة موليا، منطقة العنين، منطقة بنخيلة، منطقة وهر، منطقة بيت الوافي، منطقة دمى، يعني أحد أكثر من 10 قرى تعيش حصار خانق. طبعا الأهالي يتحركون قبل أذان الفجر، منهم من يتحرك الساعة 4 فجرا، الساعة 3 فجرا للانتقال إلى عزلة بني عيشة، جوار عزلة بلاد الوافي، يعني إلى القرب من مدينة تعز لأخذ الدقيق والمواد الأساسية والضرورية. طبعا الكثير، طبعا لا يوجد بالنسبة مثلا للجانب الصحي في منطقة بلاد الوافي، لا يوجد أي مؤسسة صحية أو حتى صيدلية في مناطق بلاد الوافي من قبل الحرب، وليس من بعد الحرب، من قبل الحرب لا يوجد فيها حتى صيدلية لشراء الدواء. طبعا بالنسبة للنساء الحوامل، بالنسبة للمرضى، للمصابين، طبعا أنا التقيت قبل يومين، زرت بلاد الوافي، طبعا يكلمون الاهالي ان بعض المرضى يسلمون امرهم الى الله، لان الاهالي لن يستطيعوا اسعاف المرضى عبر الجبال الشاقه، وبالذات النساء الحوامل. انا زوجتي خرجت الى منطقه قشيده، انا احد ابناء بلاد الوافي، ابن قريه قشيده. زوجتي خرجت الى منطقه قشيده لحضور فرحه اختها الصغرى، سارت إلى القرية لمدة يوم وعادت إلى المدينة مدة يوم وذهبت إلى المستشفى على طول، ويعلم الله أن يبقي الولد أو يروح. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن من الواضح أن الأوضاع صعبة في هذه المناطق أستاذ نايف، لكن الآن من تبيشع ومن بقية المناطق، هل هناك إحصائيات دقيقة عن عدد الأسر التي تم تهجيرها إلى الآن؟ طبعا بالنسبة للأسر التي تم تهجيرها، بلقائنا بالمواطنين تحدث بعض المواطنين أن هناك ما يقارب 200 أسرة التي خرجت من منطقة تبيشعة. طبعا هذا باتجاه المدينة، هناك منفذ آخر باتجاه الربيعي. حدثنا المواطنين أن هناك أسر نزحت باتجاه الربيعي، باتجاه منطقة الربيعي. هذه منطقة الربيعي تقع بالقرب من منطقة الرمادة القريبة من مدينة البارح، ومواطنين نزحوا أو هجروا قسريا باتجاه مدينة تعز. نعم. طيب هل هناك نوع من الجهود لاستقبال هؤلاء المهاجرين، سواء الذين اتجهوا نحو المدينة أو الذين اتجهوا نحو الربيع بحسب علمك؟ بالنسبة للذين اتجهوا نحو الربيع لا نعرف ما مصيرهم، أما بالنسبة من وصلوا إلى مدينة تعز، في الليلة الأولى تم استقبالهم كضيوف من قبل أبناء منطقة الدحي، تم استقبالهم كضيوف. خرجت إليهم أعتقد جمعية أو جمعيتين، أعطتهم بعض الأشياء، لكن النازحين أو المهجرين قسريا من منطقة بلاد الوافي لهم شهرين أو شهرين ونصف لم تخرج منظمة لا محلية ولا دولية باتجاه تلك المناطق. أما بالنسبة للثلاثة الأيام هذه اللي مرت، النازحين المهجرين هم من ساروا باتجاه الجمعيات والمنظمات، يعني انقلب الأمر، النازحين والمهجرين هم من يأتوا إلى المنظمات والجمعيات. منذ ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ننادي بحصار في بلاد الوافي، ننادي نصيح، لا لم تذهب منظمة إلى منطقة بلاد الوافي. منطقة بلاد الوافي مثلا بالنسبة مثلا بالقرب من عزلة بني عيسى، قاموا بشق الطريق للحمير والبشر، يعني ما كانوش يستطيعوا يمشوا بأقدامهم، حتى المشي على الأقدام لا يستطيع الناس المشي على الأقدام لجلب المواد الغذائية. اضطر الأهالي إلى شق طريق في منطقة بالقرب من منطقة المحشاء وقشيدة، شق طريق لمرور الناس عبر الأقدام. نعم. إذن أشكرك ناشط الإعلامي نايف الوافي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز.
شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن مشاهدين الكرام من الدحي بتعز منسق استقبال النازحين والمهجرين سيد فؤاد سيف. سيد فؤاد، هناك عدد من الأسر المهجرة من بلاد الوافي بجبل حبشي يعني وصلت إلى الدحي، هناك معلومات يتحدث السيد نايف عن ما يقارب 200 أسرة، هل بالفعل وصلت كل هذه الأسر؟ كم عدد من وصلوا بالفعل إليكم؟ حياكم الله يا أخي. فعلا وصلت هذه الأسر إلى منطقة الدحي. كم عدد الأسر سيد فؤاد؟ كم أسرة وصلت؟ الأسر اليوم وصلت يعني قرابة 100 أسرة، ثم اليوم الثاني من الأمس اليوم 118 أسرة، وصلت إلى الآن 218 أسرة، ولا زالت الأسر تتوافد يعني تتوافد إلى منطقة الدحي، يعني يأتون إلى مدرسة اليرموك ثم يتوزعون بعد ذلك على يعني يستضافون أحيانا عند بعض أقاربهم، وبعض يعني يستضافون عند أناس تقف في الأسر في البيت الواحد قرابة الثلاثة والأربع أسر، يعني حالة يرثى لها. فتصور أن يعني النزوح عندما يكون من القرية من الريف إلى المدينة يكون من الصعب، أنت في القرية يعني لديك الأرض والبهائم والحيوانات والكذا، تترك كل شيء ثم لتهاجر المدينة، فمن الصعب. وجدنا هذه الأسر حالة يرثى لها، يعلم الله. ندعو اليوم المنظمات، الجمعيات، المؤسسات، الأهل الخير إلى أن يأتوا إلى هذه المدرسة ليروا بأنفسهم حجم المعاناة التي يعيشها هؤلاء الناس. بعضهم يعني لا يجد شيء، بعضهم يبحث عن كراتين من أجل أن ينام عليها هو وأولاده، يعني هاجروا بالثياب التي هم عليها، ما استطاعوا أن يأخذوا شيء بسبب المواصلات وسبب القنص وسبب الرعب والهلع الذي. هل أعد أستاذ فؤاد اسم المدرسة الذي يعني يتواجد فيها هذا العدد الأكبر من النازحين؟ المدرسة وهم يتوافدون إلى في البداية يأتون من جبل حبش مباشرة إلى مدرسة اليرموك في وادي الدحي، ثم بعد ذلك يتوزعون، معظم يتم تسجيلهم هناك، يتوزعون بعد ذلك عند أقاربهم. هناك أسر الآن في منطقة الدحي، هناك أسر في بيرباشا، هناك أسر في عقاقة، في المطار، يتوزعون بعد ذلك إلى عند أقاربهم أو يستضافون عند أناس. نعم. تعرف أصحاب القرى والأرياف يعني هناك نوع من التضامن الاجتماعي. نعم فهم، لكن هل هناك إمكانات لدى يعني لديكم كمنسق استقبال نازحين وكذلك مهجرين تسمح بتقديم العون والمأوى لهذه الأسر النازحة والعدد كبير بالفعل؟ والله نحن نطلب قبول الخير، يعني في البداية بالأمس وصلت منظمة واحدة أو جمعية واحدة، جمعية الإصلاح، يعني أخذت 100 أسرة فقط من هؤلاء الأسر لإيواء، عبارة عن فرش وبطانيات ودوات صحية فقط يعني. لكن الأسر الآن تزداد، أسر كبيرة الآن، الناس هذه الأسر تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى كساء، تحتاج إلى معونات، تحتاج إلى أدوات طبخ، يعني أسر نازحة تركت كل شيء لبيوتها وجاءت إلينا يعني. طيب هل هناك جهات أو جهود رسمية سيد فؤاد لاستقبال هذه الأسر، تقديم المساعدات لها، رعايتها؟ يعني بصفة رسمية ليست، لا يوجد كجهة رسمية كمنظمات دولية إلى الآن، ما يعني ما لم يأتي منها شيء، يعني كلها يعني جمعيات، منظمات محلية، جمعية الإصلاح، الحكمة، غيرها يعني، فجر الأمل، غيرها يعني، أو فاعلين الخير الذين يأتون إلينا تباعا يعني. إذن أشكرك السيد فؤاد سيف، منسق استقبال النازحين والمهجرين، انضميت لنا من الدحي بتعز. ينضم لنا الآن أيضا من تعز المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي. سيد توفيق، جريمة جديدة تحدث في تعز، تهجير عشرات الأسر من قرية تبيشع، وصل بعضها إلى الدحي بتعز ومناطق أخرى بداخل المدينة وربما في الريف أيضا، هذا الأمر كيف يوصف قانونيا بشكل قانوني؟ هذا الأمر يعد، وهذه الأفعال توصف باعتبارها جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني وقواعده، باعتبارها انتهاك جسيم وخطير لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين باتفاقية جنيف، باعتبار أن تفجير التي اعتبرت تفجير المنازل أو المساكن من الجرائم الخطيرة
والانتهاكات الجسيمة التي تعتبر وفقا للمحكمة الجنائية الدولية مواد المحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب لابد أن يحاسب ويعاقب مرتكبوها. كذلك أفعال التهجير أو الترحيل القسري للمدنيين من منازلهم تحت تهديد السلاح وبقوة السلاح في النزاعات والحروب هي أيضا جرائم حرب، وهذه الجرائم تتوالى وجرائم مستمرة ترتكب في أكثر من منطقة من مناطق ومديريات محافظة تعز المسيطر عليها مسلحي الحوثي وقوات صالح. طيب يعني أنتم في الوسط الحقوقي خاصة في تعز، كيف تتعاملون مع هذه الجرائم؟ ما هو مستوى التوثيق للانتهاكات التي تحدث؟ يتحدث الأستاذ قبل قليل كان معنا الإعلامي نايف الوافي أن هناك مخاوف من قبل النازحين، من كان ينزح حتى من التصوير بسبب أن ميليشيات الحوثي تقوم بتهديدهم، هل هناك نوع من بث الأمان لهؤلاء؟ هنا توثيق هذه الجرائم هو يتم في الإطار المسموح والمتاح كون المخاطر بالفعل عالية وإمكانيات، وخاصة ما هذه المناطق ما تزال تحت سيطرة مسلحي الحوثي وقوات صالح، يصعب الوصول من قبل الناشطين أو منظمات حقوق الإنسان إلى هذه المناطق لتوثيقها. يتم التوثيق عن طريق الالتقاء بالأسر النازحة والأهالي الذين نزحوا تحت تهديد قسرا وتم ترحيلهم، وفي وفق إجراءات قانونية معينة وفقا للمعايير والآليات الدولية، مع ضرورة الاحتفاظ بالشهود وحق حماية الشهود والمبلغين عن هذه الجرائم. هذا أمر طبيعي، مع أن يصعب على أي منظمة أو ناشط أن يصل إلى تلك المناطق للتوثيق، يتم إما احتجازه أو اعتقاله ما لم يتم استهدافه بالقتل أو بالقنص. طيب يا أستاذ يعني توفيق، هناك ملاحظ أن جرائم الميليشيا تستمر بهذا الشكل، يلاحظ أن المنظمات الدولية وشركائها المحليين يتغافلون نوعا ما عن مثل هذه الجرائم، هناك اتهامات لهم بذلك، لا نرى لهذه الجرائم صدى في المجتمع الحقوقي الدولي، أين يكمن الخلل برأيك؟ هذا أمر صحيح وأمر ملحوظ منذ بداية الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين وخاصة في مدينة تعز ومحافظة تعز، نرى أن هناك بهوتا وعدم تفاعل إيجابي من المنظمات الحقوقية الدولية أو من الجهات والهيئات الأممية في الجانب الحقوقي، بينما نرى العكس إذا ما صار هناك انتهاك أو أي أفعال مخالفة للقانون الدولي الإنساني من اتجاه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، هذا أمر معيب، لكن لا يمنع ذلك من ضرورة توثيق هذه الجرائم توثيقا صحيحا والاحتفاظ وإعداد ملفات قانونية سليمة، لأن هذه جرائم لا تسقط بالتقادم. إذا كان هناك خذلان دولي أو توجه سياسي لإغفال أو عدم ملاحقة ومتابعة هذه الجرائم من هذه المنظمات، إلا أن ذلك يقتضي مع الأيام محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، وعلى الناشطين الحقوقيين والأهالي أن يوثقوا كل ما يستطيعوا توثيقه من هذه الجرائم، وإذا كان عدم التفاعل يخدش بالفعل في حيادية واستقلالية هذه المنظمات التي نتمنى وندعوها إلى أن تزور كثير من المناطق التي تم فيها تفجير منازل المدنيين دون أي ذنب، وعملية النزوح والتهجير والترحيل القسري للمواطنين المدنيين الذي يعد اختراقا جسيما وانتهاكا خطيرا للقواعد القانون الدولي الإنساني. طيب يعني أنتم هل حاولتم التواصل كناشطين حقوقيين بداخل تعز؟ هل حاولتم التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية بشكل مباشر؟ هل هناك كيانات حقوقية شكلت قادرة على استيعاب هذا الكم الكبير من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تجري في محافظة تعز عموما؟ لم تعد ستوفيق. أستاذ توفيق
إذن يبدو أن الاتصال انقطع مع الناشط الحقوقي والمحامي توفيق الشعبي. كان يتحدث سيد توفيق الشعبي على أن المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي يتم التوثيق فيها عبر الالتقاء مع الأسر النازحة، ويتم ذلك وفقا للإجراءات القانونية المعينة مع ضرورة الاحتفاظ بحق حماية الشهود، وهذا الأمر مهم بحسب كثير من الحقوقيين. كذلك تحدث على أن الأعمال التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في هذه المناطق كما يعني تتداول في وسائل الإعلام أنها توصف كجرائم حرب وكجرائم تهجير، تعتبر من الجرائم الخطيرة وتعد من جرائم الحرب التي يعني يمكن العمل على أنها تحاول هذه الميليشيات تعمل تهجير قصري للمدنيين من مناطقهم من منازلهم. تحدث قبل ذلك السيد نايف الوافي الناشط الإعلامي. من إذن عاد إلينا مشاهدينا الكرام المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي. كنت أسألك أستاذ توفيق، هل هناك تواصل مع المنظمات الدولية بشكل مباشر في تعز لمثلا محاولة مواكبة هذه الانتهاكات بأكملها؟ هناك نعم هناك تواصل من قبل منظمات ومن قبل ناشطين حقوقيين ومن قبل كذلك جهات رسمية حكومية بخصوص هذه الانتهاكات، وليس ذلك مبررا لتعامي أو تغاضي هذه الجهات والمنظمة الدولية حول هذه الانتهاكات، لأنها ليست أفعال وقتية أو أفعال بسيطة نادرة، بل هي أفعال متكررة وممنهجة ومستمرة منذ سنة ونصف. وبالتالي نحن نقول أن هناك يجب على هذه المنظمة أن تلتزم بمبدأ المهنية والحيادية، والإعلام صار منصة للوصول إلى كل الانتهاكات ومعرفة كل الأمور، وإذا أرادوا عليهم أن يشكلوا أن يرسلوا فرق من قبلهم أو زيارات ميدانية لكي يلتقوا بالضحايا ويطلعوا على حد ما يمارس من الانتهاكات تجاه المدنيين وتجاه أبناء هذه المحافظة. ما زالت المحافظة يا عزيزي إلى الآن محاصرة، مغلق مدخلها الشرقي ومدخلها الغربي، وحركة الناس مقيدة بشكل كبير جدا، الأمر الذي يعاني منه المدنيين والمدينة بشكل كبير جدا منذ أكثر من سنة ونصف. لماذا لم تكلف هذه المنظمات نفسها زيارة هذه المدينة والمحافظة والاطلاع على هذه الانتهاكات عن قرب؟ لا ليس مبرر أنه لم يتم التواصل معها، في حين أننا أؤكد وأكرر أن هناك تواصل من أكثر من جهة ومن ناشط مع هذه المنظمات وهذه الهيئات. طيب بالنسبة للهيئة المحلية أو الأبرز في يعني موضوع التحقيق في هذه الانتهاكات، هناك لجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة محليا، لجنة وطنية، هل تقوم بعمل يواسب أو يعني يواكب الأعباء الكبيرة للانتهاكات التي تحدث في تعز وغيرها من يعني في تعز تحديدا كونك منها يعني الآن؟ اللجنة يجب أن لا ننسى أنها هيئة جديدة مشكلة تبذل ما تستطيع من خلال الراصدين الخاصين بها في تعز أو في المحافظات المعينة وفي حدود المناطق التي تستطيع الوصول إليها، لأن هناك مناطق لا يسمح للجنة أو لراصديها بالوصول إليها من قبل مسلحي الحوثي وقوات صالح على اعتبار رفضهم في للجنة ولأعضاء ولناشطيها أكثر من مرحلة وفي أكثر من انتهاك. طيب أستاذ توفيق، الآن مع استمرار ميليشيات الحوثي في عمل هذه الانتهاكات هناك نوع من الضغط على المدنيين، هناك حملات تهجير، هناك حملات يعني انتهاكات كثيرة سواء قتل، اختطاف، تهديد، تفجير منازل إلى آخره. هذا الأمر هل يحتاج إلى نوع من التوعية؟ أستاذ توفيق هل تسمعني؟ نعم هل هناك نوع من التوعية لمن يعني يهجر أو ينزح من مكان إلى تعز إلى محافظة تعز حتى يكون لهم نوع من التأهيل النفسي يعني إعادة تطبيع حياتهم؟ أعد السؤال لما أسمع السؤال بشكل واضح. هل هناك نوع من إعادة التأهيل النفسي ويعني الرعاية لمن ينزح أو يصل من المهاجرين والنازحين إلى داخل محافظة تعز حتى يعودوا لمواكبة الحياة من أول وجديد في
في المناطق التي يعني يهاجر إليها؟ يجب أن يعلم الجميع ومن فيهم الجهات الدولية والهيئات والحكومة أن مدينة تعز أو المناطق التي يتم النزوح إليها هي أصلاً مناطق تعاني من حصار منذ أكثر من سنة ونصف، وبالتالي وضعها الإنساني وضع صعب وسيء للغاية، يسوء يوماً بعد يوم بسبب استمرار إغلاق المدخلين الرئيسيين الشرقي والغربي من قبل مسلحي الحوثي وصالح وحركة المرور الصعبة. ومع ذلك هناك مبادرات بسيطة لكنها لا يمكن أن تفي باحتياجات هؤلاء النازحين أو الأسر التي يتم ترحيلها قسرا. إذن أشكرك الناشط الحقوقي والمحامي توفيق الشعبي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، وتنضم لنا الآن من الدوحة عضو لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إشراق المقطري. أهلا بك سيدة إشراق. هناك تفجير لست منازل، حرق 14 منزلا آخر، عشرات الأسر تم تهجيرها. أنتم في لجنة التحقيق في دعايات انتهاكات حقوق الإنسان، ما تعليقكم على ما يحدث؟ بالنسبة لموضوع التهجير القسري، هي من القضايا والانتهاكات التي بالفعل تأخذ حيز كبير من اهتمام اللجنة الوطنية للتحقيق، لأن مثل هذه الجريمة ومثل هذا الانتهاك يعني لم يكن نتوقع الحجم أو تأثير بالفعل هذا الانتهاك على حياة الناس، أو لم نتوقع مستوى التهجير الذي حاصل في كثير من المحافظات وبالذات في محافظة تعز. كثير من المديريات لا سيما التي وصلت إليها الحرب في الآونة الأخيرة مثل الوازعية والمعاشة أيضا في منطقة الكدحة حاليا أيضا تعرضوا إلى تهجير مكرر. يعني هم كانوا مهجرين من مديريات قريبة، يعني وصلوا إلى أقرب مديرية آمنة ومن الممكن العيش فيها، وبعد ذلك أيضا تم تهجيرهم. الفريق الرصدي المتواجد في الميدان قام بعملية النزول قبل تقريبا 20 يوما. نزلنا إلى منطقة محددة للوازعية وأجرينا كثير من التحقيقات المباشرة والآنية للمهجرين. بالفعل حياة هؤلاء المهجرين جدا قاسية، لأن موضوع التهجير القسري كما ذكرت موضوع حساس، وهي يعني فيها كثير من الإجبار والإيثار أيضا أو التأثير أيضا على حياة الإنسان، بأنه يرغم على الخروج ليس يعني بإرادته، وليس حتى تأثير قراره حتى تأثير الحرب، إنما كان قراره البقاء حتى مع استمرار الحرب داخل منزله، أنه أجبر بأن يخرج دون أن يحمل معه حتى الاحتياجات الأساسية. بالتالي فهذا الموضوع هي إحدى طبعا أنواع الجرائم التي تحدث في الحرب من قبل الغالب الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، التي لا تعي بأن عليها أيضا التزامات تجاه هؤلاء الناس وعدم إجبارهم أو تعرضهم للخطر وإجبارهم على الخروج من منازلهم تحت أي شكل من أشكال الإكراه. طيب سيدة إشراق، أنتم في يعني اللجنة كيف تتعاملون مع حجم الانتهاكات الكبير؟ هل هناك يعني إمكانيات لديكم لمواكبة كل هذه الانتهاكات وتوثيقها؟ بالنسبة لموضوع التهجير القسري كما ذكرت تم رصد وتوثيق عدد كبير من هذه الجرائم سواء في محافظة تعز أو بالذات المحافظات شمال الشمال الذين هجروا الكثير منهم مثل عمران المحويت الذين كانوا مخالفة أو معارضين سياسيا أو فكريا، تم تهجيرهم بالفعل، وبالذات تم تهجيرهم من تلك المحافظة إلى محافظات أقرب مثل محافظة مأرب، وتم إجراء أيضا مقابلات مع هؤلاء المهجرين. فالذي نقوم به حاليا هو مسألة الرصد والتوثيق، وهذه يقوم بها الرصد المتواجدين في المحافظات وفي المديريات، ثم نقوم بعمل التحقيق. وبالفعل يعني ربما عدد كبير من هذه وسترونها بإذن الله أيضا يعني والحديث عنها بشكل مباشر في مواضيعنا ومقابلاتنا القادمة، بأن موضوع التهجير القسري هو إحدى الشواغل التي تعمل عليها اللجنة في إظهار كمية يعني التهجير. لم يكن تهجير فردي، لم يكن تهجير فردي إخراجه، إنما في هذه الحرب تم تهجير جماعي كبير، يعني كما تهجير قرى قرية الدبح في محافظة أو في مديرية تعزية في محافظة تعز تم تهجيرها بالكامل. تم تهجير أكثر من 50 أسرة في مديرية الصلو، تم تهجير أكثر من 120 أسرة في مديرية الوازعية. يعني التهجير كان بشكل كبير وجماعي ومنهج ومنظم بشكل يعني يثير الكثير من تأكيدات منهجية هذا الانتهاك. إذا أشكرك عضو اللجنة التحقيق في دعايات انتهاكات حقوق الإنسان سيدة إشراق المقطري، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة.
كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات منتج البرنامج كمال حيدر وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.